عملية وقعت في منوبة، وهنا نستحضر ما حصل مع القس البولوني الذي قيل في ذلك الوقت بأنه قتل من طرف حارس المدرسة، وأنا أشك في هذه الرواية وأتحمل مسؤوليتي، لأنه في الإرساليات نتحدث عن عملية في منوبة. أنا راجعت في تلك الحقبة كل العمليات التي وقعت بالبلاد التونسية كاملة، في منوبة لم يحصل شيء يذكر إلا عملية مقتل القس البولوني. لاحظنا وقتها وأن الجمعيات والأحزاب كلهم تظاهروا وخرجوا ويندوا بالتطرف الديني ويندوا بالعمليات بتاع التصفية بتاع الأجانب يعني كانت عملية مقصودة لإدخال البلبلة والبث في البلبلة وبث الفتنة في البلاد، لكن يبدو أنه مقتله عنده علاقة بالإرساليات اللي كانت موجودة عندي. طيب انت في مرحله اولى قلت رفعت بلغت هذا الامر للحكومه، بلغت للحكومه وقابلت شخصيا الباجي قائد السبسي يعني وتحدثت معه، ولكن الحديث معه كان بعد ما تلقيت جواب وزاره الداخليه اللي كان على راسها الحبيب السيد، علما وانه في الفتره تلك يعني كان مدير المصالح الفنيه اللي تصطلح عليها عند العموم هي المخابرات كان ياسين التايب. السيد وزير الداخلية أنا كيف قابلته وسلمته يعني الإرساليات هذه يعني ما لمسته أنه كان غير مهتم تماما بالإرساليات، يعني هذا انطباع شخصي، لكن كي تبعت الموضوع وتابعته السيد هذا أنا قدم له 7 إرساليات على غاية من الخطورة ما يرسلها لإدارة المخابرات إلا بعد في الغد تقريبا بعد 12 ساعة، هذا في حد ذاته مثير للريبة، لأني أنا خدمت في الأمن ونعرف كي تجي حاجة خطيرة شنو اللياقة، يعني في ثواني تجتمع الإطارات والمدير العامين وتتفعل الأجهزة وناس تبدأ تخدم وناس تحل الشفرات، أما كيف يخليها عنده نهار كامل ويبعثها من غدوة للمصالح الفنية هذا في حد ذاته يثير